اي اوكي. calculation of relay operating time. احنا حتى نعرف نحسب calculation of relay operating time لازم عندنا خمس فاكتورات احنا متعرفين عليها بالبداية قبل لا نبدي بالحسابات، او تكون معلومة عندنا قبل لا نبدي بحسابات الريلي اوبريتنج تايم، اللي هي تايم بي اس ام كيرف، كارنت سيتنج، تايم سيتنج، فولت كارنت، كارنت ترانسفورمر ريشيو. بالمحاضرة السابقة اخذنا بعض المصطلحات المهمة اللي قلنا مثلا الباك اب كارنت. اكو طالب يقدر يقول لي شنو الباك اب كارنت؟ لا، the minimum current in the relay coil at which the relay start to operate. أقل قيمة للتيار بالريلي كويل اللي راح تخلي بداية تشغيل الريلي اللي احنا راح نسيت عليها الباك اب كارنت، اللي احنا ايش قلنا وين؟ هنا أقل قيمة للتيار اللي يشغل لي الريلي كويل. اوكي، المصطلح الثاني المهم هو الكرنت سيتنج اللي انتم قاعد تشوفونه هنا بهذه الصوره. كرنت سيتنج اللي هو ممكن 50، ممكن 75%، ممكن 100%، 125، 150، 175، 200%. الكرنت سيتنج هو اللي راح يكون شلون احنا نقول مثلا الكنترول للسي تي السكندري كرنت اوف سي تي. انا مو عندي كرنت سيتنج، كرنت ترانسفورمر، الكرنت ترانسفورمر مش موجود، برايمري سكندري، فالسكندري هذا راح اضربه بالكرنت سيتنج، السكندري اضربه بالكرنت سيتنج ايش ينطيني؟ الباك اب كرنت. وياي طلاب مو؟ الباك اب كرنت اللي هو اقل قيمه. فهنا شوف هنا شو مسوي، مثال هنايا مثال هو منطي قايل اذا الكرنت سيتنج 125 والسي تي كرنت ترانسفورمر 400 الى 5، فان الباك اب كرنت، الباك اب كرنت ايش راح يكون؟ هذا الخمسه اللي هي سكندري في ال 125 اللي هي 1.2، ايش قد راح يكون؟ 6.25. ال 6.25 هذه باك اب فاليو. اوكي؟ او الباك اب كرنت. ايضا اخذنا البلاك سيتنج مالتبلاير اللي هو احنا ايش قلنا؟ الفولت كرنت ان ريلي كويل، فولت كرنت ان ريلي كويل على الباك اب كرنت اللي هسه حسبناه. الباك اب كرنت حسبناه، الفولت كرنت ان ريلي كويل شنو؟ تيار الفولت في السي تي، تيار الفولت في السي تي. واصور هنا ايضا مطي مثال، شوف هذه هنايا فولت كرنت الريلي كويل على هذه اللي هو الباك اب كرنت اللي هو يساوي سكندري كرنت اوف سي تي في الكرنت سيتنج. فلو نفرض انه الفولت كرنت 2400، السي تي 400 الى 5، الكرنت سيتنج 150%، فاول شيء انا راح اطلع الباك اب كرنت. الباك اب كرنت شو يساوي لي؟ 5 هذه في ال 150%، 5 في ال 150% 1.5 راح تنطيني 7.5. بعدين اطلع الفولت كرنت الريلي كويل، الفولت كرنت الريلي كويل شو يساوي؟ الفولت في السي تي، فالفولت في السي تي 5 الى 400 طاني 30. بعدين اطلع البلاك سيتنج مالتبلاير اللي هو 30 على 0.75 وتساوي 4. هسه انا طلعت البلاك سيتنج مالتبلاير وهذه تعلمناها
بالدرس السابق. المصطلح الأخير اللي إحنا تطرقنا له هو Time Setting Multiplier، وأيضاً اليوم أيضاً راح نحكي عليه. Time Setting Multiplier هذا Time اللي راح يطلع لي The Actual Relay Operating، اللي أنا مثلاً عندي Time Setting Multiplier قلنا ممكن من الصفر من البوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4، فيكون بين من للبوينت 9 او الى الواحد، او يعني من الصفر الى الواحد، بس احنا دائما مثلا نسيت قلنا بوينت 1 او بوينت 2 او بوينت 3 بوينت 4 وهكذا الى الواحد، او من البوينت 05 الى الواحد بوينت 1. فهو راح يطلع لي الاكتوال ريلي اوبريتنج تايم اللي اني اشرح هاي البي اس ام، راح اسقطها على الكيرف راح يطلع لي الابروكسيميتلي تايم اللي هو من الكيرف، اضربها بالتايم سيتنج مالتيبلاير راح ينطيني التايم الحقيقي. فهنا هسه التايم بي اس ام كيرف راح نتطرق له. الكرنت سيتنج حكينا عليه، التايم سيتنج ايضا حكينا عليه، الفولت كرنت ايضا هذا تاخذوه مع استاذ عادل الحسيني، والكرنت ترانسفورمر ريشيو اللي هي سي تي اللي هي ممكن ان تكون الكرنت سكندري ممكن ان يكون 1 او 5، بينما البرايمري احنا دائما بالاسئله اعطيكم اياه البرايمري، مثلا اقول لك انه السي تي هي 5000 مثلا الى 1، او السي تي 500 الى 1، او 400 الى 1، او مثلا نقول 5000 الى 5، او 500 الى 5، او 400 الى 5، يعني دائما انطيها. بس اثناء التصميم اذا انت تحتاجها، شلون احنا نخلي السي تي مثلا 400 الى 5؟ ليش 400 الى 5؟ احنا بالبدايه نحسب الريتد، مثلا انا اذا نفرض للجنريتر ايش قد الاي ريتد مالته، الباور مالته على جذر 3 الفولتيه في كوساين الزاويه، راح ينطيني الريتد، تيار الريتد. الريتد اقربه مثلا طلع لي، نفرض طلع لي 450 امبير، فاني اخذ سي تي لهذا الجنريتر 500 اخذه الى 1، او 500 الى 5. احنا الجنريتر ممكن ان يكون الى ايرث، يعني ايرث ستار وانا مقرضه وايرث، فاخلي على جهه الايرث 500 الى 1، بينما على الجهه اللي مربوطه الجهه اللي مربوطه مثلا اريد اشوف الاوفر كرنت، الجهه المربوطه للجريد خلينا نقول اقول 500 الى 5، يعني من اريد الاوفر كرنت اخليها 500 الى 5. وممكن بالحالتين يعني بالايرث فولت والاوفر كرنت يكون 500 الى 1، 500 الى 1، او 500 الى 5، او 500 الى 5 بالحالتين. اوكي طلاب، هسه نجي الى التايم بي اس ام كيرف بلوك سيتنج مالتيبلاير اللي هو هذا الكيرف، اللي هو هذا الكيرف. طبعا انا حاكي على هذا الكيرف اللي هو يكون اكو عندنا هورزنتال والفيرتيكال، الافقي اكو هنايا وهذا هنايا الافقي، وهذا هو العمود. العمودي هنا احسب من يمه الاوبريتنج تايم هذا، وهنا هذا الافقي هو البلاك سيتنج مالتيبلاير. احنا هسه عرفنا شنو البلاك سيتنج مالتيبلاير. هنا هذه الكيرف يرسم حسب التايم سيتنج مالتيبلاير، يعني خليني اشوفكم بعض شوف هذا بعض الكيرفات للبي اس ام تايم بي اس ام. شوف هذا الكيرف واضح هنا مو؟ شوف هذا الكيرف، هذا الكيرف هو تايم بي اس ام كيرف. شوف منين بادي، من النص
اوكي الى الواحد، طبعا هاي تقسيم 10 زين، فتطلع 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6 وهكذا زين. هذا هو التايم سيتنج مالتيبلاير. انت احنا بالامتحان مالتنا يا اما مثلا التايم سيتنج مالتيبلاير واحد او اجيب تايم سيتنج مالتيبلاير اثنين مو اكثر من اثنين، او دائما مثلا او مثلا التايم سيتنج مالتيبلاير دائما يعني يكون خط واحد احنا الرسمه ونسقط عليه البي اس ام، سقط البي اس ام ونطلع التايم التايم ابروكسيمتلي. هسه هذا هنا اشوف هذا هذا الامريكي اوكي، بينما هنا شوف اكو بعض الريليات البريدج البريطاني، شوف البريطاني منين بادي من بوينت واحد الى الواحد، البريطاني واضحه الصوره مو؟ شوف بادي من بوينت واحد الى الواحد التايم مالتيبلاير سيتنج. شوف هو هذا الكيرف، ممكن هذا الكيرف اللي هو عند الواحد، ممكن الكيرف عند البوينت 9 بوينت 8 بوينت 7 بوينت 6 وهكذا، او ما شوف هنا الامريكي هنا الامريكي لا بادي نقول احنا من بوينت 05 الى الواحد بوينت واحد. شوف هذه هنا 1.1 هي 11 تقسيم 10 هذه فتصير 1.1. البلاكسنتيك مالتيبلاير شوف هنا يا باوع البلاكسنتيك مالتيبلاير من الواحد هنا انا بادي لل20 من الواحد لل20. شوف هنا البلاكسنتيك مالتيبلاير ايضا من الواحد لل20 هنا. شوف اذا طلع مثلا 1.5 الريلي يشتغل، اذا طلع البلوك سيتنج مالتيبلاير البلوك سيتنج مالتيبلاير بعد ما قسمت 1.5 يشتغل ما يشتغل ولا 1 بوينت. شوف هذه هنا بالاثنين اي شوف هاي هنا بالاثنين تقريبا يلا يشتغل بينما هنا شوف هنا تقريبا هذه 0.6 0.7 0.8 0.9 زين تقريبا 1.6 شوف هسه 1.6 يشتغل اوكي. فحسب شنو؟ حسب التايم سيتنج مالتيبلاير، حسب التايم سيتنج مالتيبلاير. وهسه عندنا صور اشوفكم شلون تضبطوه او تسيتوه على التايم سيتنج مالتيبلاير. فممكن كيرفات وممكن هذا اذا واحد الستاندرد واحد هنا اي اي سي. شوف هذا ممكن اني شو ينطيك اياه بهالشكل هذا، يعني شوفه على الريلي هسه راح نشوفه على الريلي بهالشكل هذا. شوف هذا هنا جوا منو التايم زين، والفوق منو البلاك سيتنج مالتيبلاير. واضحه الصوره مو؟ وممكن معادلات ان تكون بمكان الكيرفات معادلات. شوف هذه هنا معادله هذه هنا ايضا باو هذه معادله ممكن هاي المعادله زين وهكذا. فهنا الهوريزونتال هو البلاك سيتنج مالتيبلاير والفيرتيكال اللي هو التايم للريلي اوبريتنج، والقيمة الحقيقية the actual time operating هي شنو؟ البلاك سيتنج مالتيبلاير اللي بالنسبة انت راح تسقطها القيمة الحقيقية التايم الحقيقي
قلنا انت بعد ما تطلع التايم هنا مثلا طلع هنا مثلا بالأربعة 5 بوينت او مثلا ناخذ هنا بالعشرة 3 قيمة التايم تضربها بالتايم ستيك مالتبلاير تطلع عندك القيمة الحقيقية. فهذه هنا التايم بي اس ام كير انت تطلع من يم التايم الابروكسيمتلي بعدين التايم ابروكسيمتلي اللي هو الفيرتيكال هنا هذا الضربه بالتايم سيتنج مالتبلاير التايم سيتنج مالتبلاير ينطيك الاكتوال تايم. هذه هنا صوره هذه شوف هاي هنا صوره للكرنت سيتنج. احنا مو قلنا انه الكرنت سيتنج اللي هو راح يحدد لي شقد الباك اب كرنت شقد الباك اب كرنت. فهذه هنا صوره للكرنت سيتنج. فاحنا على شوف الصوره على من مسيتها هو على الخمسة. شوفها هذه هنا مسيتها على الخمسة يعني هاي معناها انه الباك اب كرنت خمس مرات بقيت الريتد سكندري كرنت خمس مرات بقيت الريتد سكندري كرنت اوكي. واذا خلاها مثلا على 8.75 فهو ايضا معناها انه الباك اب كرنت ريلي will be 5.57 time of the rated CT secondary current. هذه هنا ايضا شوف هذه هنا صورة هذا هو التايم سيتنج مالتبلاير هذا التايم سيتنج مالتبلاير وهذه شوف هذه فيكست ماركت اللي هي انا على ضوها راح اسيت مثلا التايم سيتنج مالتبلاير على من اخلي على البوينت واحد او البوينت اثنين او البوينت فايف على من اخليه انا ويا من اسيتها ويا هاي الفيكست ماركت فيكست مارك اوكي. يعني هذه هنا هذه افرها هاي تفتر ديسك شلون الديسك تفره زين انت تريد تخليه على 1.1 او تريد تخليه على البوينت 9.8.7 وهكذا اوكي. هذني شوف هذني الكونتاكت مال من مال الريلي كويل اوكي. وهذا هذا هسه الحكينا عليه اللي هو ايش قلنا عليه هذا البلاك اللي هو الكرنت سيتنج اوكي طلاب. شوف هذا ريلي تقريبا تقريبا اي شوف لا ذاك يعني ذاك هو دائما يعني يفتر هذا لا هذا بس من يصير عنده يعني شو اي من يصير فولت من يصير فولت شوف هنا هذا شنو هذا اوفر كرنت ريلي نوع انفيرس زين باوع. شوف هذه هسه اللي طلعتها لكم اللي هي البي اس ام زين ويا التايم مالته البي اس ام البلاك سيتنج مالتبلاير. شوف هذا البلاك سيتنج مالتبلاير هذا فوق وهذا جوا هنا اللي هو التايم اللي هو على ضوئه اني شوف التايم مالته بادي من الواحد 1.2 1.4 الى العشرة والبلاك سيتنج مالتبلاير شوف منين بادي من من ال 1.3 الى العشرين الى العشرين. طبعا دائما هي البلاك سيتنج مالتبلاير اكثر شيء اللي هي العشرين. هنا البروسيجر لحساب الاكتوال ريلي اوبريتنج احنا هسه حكينا عليه تقريبا بس هذه النقاط اللي احنا مثلا اللي شلون نحسب الاكتوال ريلي اوبريتنج تايم. فاول شيء شوف هنا convert the fault current into the relay coil current by using the current transformer ratio. احنا هذه اول شيء
انه احنا البي اس ام، البي اس ام شلون تحسبه؟ يعني شوف هسه النقطه الثانيه هي حساب البي اس ام. البي اس ام شلون تحسبه؟ قلنا الفولت كرنت الريلي كويل على الباك اب كرنت، فانا لازم الفولت كرنت بالريلي كويل، فاقول ايش قد تيار الفولت تضربها بالسي تي، فانت تحتاج السي تي، هاي رقم واحد. الباك اب كرنت، الباك اب كرنت شلون تحسبه؟ الباك اب كرنت تحتاج الكرنت سيتنج، الكرنت سيتنج في شنو؟ في السكندري كرنت مال من؟ مال السي تي. يعني اني الكرنت سيت السكندري كرنت للسي تي احنا قلنا يا اما واحد يا اما خمسة، طبعا اني مرات ما انطيها بالامتحان، فانت لازم تعرفها هي، فانت تفرضها تقول مثلا واحد او تفرضها خمسة. صحيح، اوكي. بعد ما عرفنا الباك اب كرنت وعرفنا الفولت كرنت الريلي، نقدر نحسب البي اس ام اللي هو الفولت كرنت على الباك اب كرنت. بعد ما حسبنا البي اس ام، نقطه رقم 3، بعد ما حسبنا البي اس ام فروم ذا تايم بي اس ام كيرف، تروح تاخذ هاي البي اس ام تسقطها وين؟ على الكيرف، او اها، او تسقطها مثلا شوف هنا، او شوف هذا 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 تقدر تسقطها هنا على هذا، اوكي، او تسقطها على الكيرف مالتنا. زين، هذا الكيرف مالتنا، او ممكن قلنا شنو؟ حساب معادله. احنا هذه المعادله ما ناخذها، يعني ما نتطرق لها ولا هاي الحاله هذه. انا يا اما انطيكم قلت جدول او انطيكم كيرف، بس تخلي ببالك انه انا مرات انطي جدول انت ما تحتاج ترسمه، ومرات انطيك جدول تحتاج ترسمه. زين، فالافضل انه انت اذا تقدر ترسم لك فد رسم بسيط تشوفني شلون التسقيط مالته. بالاخير بالاخير حتى تحسب الاكتوال تايم اوبريتنج، انت مو طلعت تايم من الكيرف، طلعت تايم من الكيرف قلنا احنا عليه هو التقريبي، هذا التايم اللي طلعته من الكيرف تروح تضربه بالتايم سيتنج مالتبلاير، تايم سيتنج مالتبلاير. ايش راح ينطيك؟ ينطيك الاكتوال تايم الحقيقي. هذا هنا سؤال جبته من الموجود بالنت. السؤال هنا منطيك كل شيء، يعني بس مجرد تطبيق مباشر، فمنطيك هنا الكرنت ريت، الكرنت ريتنج اوف ذا ريلي، منطيك البي اس ام، منطيك التايم سيتنج، منطيك السي تي ريشيو، منطيك الفولت، قايل لك ديترماين ذا اوبريتنج تايم اوف ذا ريلي ات TMS 1. زين، و operating time at various BSM اللي هو عند من؟ ال هذا 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 ال operating time، اه هذا ويا ال BSM، يعني منطيك منطيك ال curve هنا، هنا منطيك ال curve، يعني منطيك اياه حسب جدول. زين، اللي يسقط عليه. فأنا ليش خليت هذا هنا السؤال؟ خليته لأن أكو بعض الكتب تكتب القانون مالتنا بهالشكل هذا، زين؟ وأكو بعض الكتب تكتب القانون مالتنا بالشكل اللي أنا أعطيتكم إياه، اللي هو الفولت كارنت الريلي كويل على الباك أب كارنت. فبالحالتين هو صحيح. فالبي أس أم، شوف هنا البي أس أم هو ايش قايل؟ قايل البرايمري كرنت، الفولت كرنت، هذا هو الفولت كرنت على ريلي كرنت سيتنج. الريلي كرنت سيتنج ايش سوى؟ اللي هي كانما الباك اب كرنت، طبقها بالقانون 5 في ال 1.5 اللي هي هذه اللي هي السيتنج اللي هي المفروض يعطيها 150%، هو هنا كاتب بي اس ام اللي هي 1.5، طلع الباك اب كرنت. زين، فكتب هنا الباك اب كرنت، خلى هنا الفولت، هاي ال 80 هاي ال 80 هي السي تي ريشيو،
السي تي ريشيو اللي هي 400 الى 85 طلع هنا عند الرقم 10. العشرة راح سقطها على الجدول مباشرة، العشرة راح سقطها على الجدول طلعت 2.8. ال 2.8 هذه نقول عليها الاوبريتنج تايم الابروكسيمتلي او من الكيرف. اذا اريد الاوبريتنج تايم الحقيقي فلازم اضربها بمن؟ بالتايم سيتنج مالتبلاير. اذا التايم سيتنج مالتبلاير واحد، اذا التايم سيتنج مالتبلاير واحد اذا هي نفسها راح تبقى، يعني راح تقول 2.5 2.8 في واحد، فبقت هي نفسها اللي هي 2.1 هذا هو الاكتوال تايم. بينما اذا الاوبريت اذا تي ام اس 0.4 اذا تي ام اس 0.4 شوف هاي هنا تي ام اس 0.4 راح تضرب ال 2.8 في ال 0.4 ايش قد راح يطلع لك؟ 1.12 سكند. اوكي هذا هنا السؤال بكتاب مهته فصل اكزامبل 21-1 هنا هذا السؤال حاله مثل ما احنا نريد، يعني مثل القوانين مالتنا نطبق مثل القوانين مالتنا. فهنا قايل determine the time operating of 5 ampere 3 second over current relay، هذا اسم الريلي زين. الكرنت سيتنج 125%، التايم سيتنج مالتبلاير 0.6، الكرنت ترانسفورمر 400 الى 5، الفولت 4000 امبير. شوف هنا ايش قايل، قايل يوز ذا كيرف شون ان فيج 21-16 اللي هو هذا الكيرف. اللي هو هذا الكيرف اللي هو 21-16، طبعا راح اغيرها هنا بس اكتب 21-16 زين. فهسه احنا شو نسوي؟ نحسب، قلنا بالبدايه عندي تيارين، اكو تيار الباك اب كرنت واكو تيار الفولت كرنت الريلي كويل. الباك اب كرنت حتى احسبه ايش احتاج؟ احتاج قيمتين. secondary current والcurrent setting اثنين هالموجودات. فهذا الخمسة، هاي الخمسة منين جبناها؟ هاي الخمسة من هذه 400 الى 5، هذه الخمسة خلينا. ال 1.25 منين جبناها؟ بالضبط طلعت عندنا الباك اب كرنت. الفولت كرنت الريلي كويل اللي هي قيمة الفولت اللي انتم درستوه يا استاذ عادل الحسين، الفولت زين، قيمة الفولت في الكرنت سيتنج، الكرنت ترانسفورمر في الكرنت ترانسفورمر اللي هي 5 الى 400 طلعت عندي 50. هسه البلوك سيتنج مالتبلاير هو شنو؟ الفولت كرنت الريلي كويل على الباك اب كرنت، هذه قسمتها طلعت عندي 8. من طلعت عندي 8 اروح وين؟ شوف هنا، شوف ال 8 هنا ايش قد قيمتها لو منطيك جدول 3 زين. بينما بالكيرف، بالكيرف اذا اروح على الكيرف هاي هي ال 8، شوف هنا ال 8 هذه هي النقطه، اسقطها ويا هذه تقريبا 3.5. شوف هاي هي هاي الثمانية، شوف صايرة بالمنتصف 3.5 3.6 ماكو فرق زين، 3.5 3.6 ماكو فرق. شوف هاي هنا هذه اسقطها هنا 3.5 او 3.6، شوف هنا هو ايش قد ماخذها، ماخذها 3.5، ماخذها 3.5. هسه الاكتوال ريلي اوبريتنج تايم، the actual relay operating time ايش قد؟ ال 3.5 اللي طلعت عندنا في التايم سيتنج مالتبلاير اللي هي 0.6 هذه مطيها تايم مالتبلاير طلع عندنا 2.1 سكند.
اوكي. لا بعد شنو يحتاج؟ شو تسوي بيها تسقطها؟ اوكي. هذا هو الـ actual relay operating time. اكو كتاب اللي هو كتاب اللي هو protection and switch gear. لحظة، هذه صفحة 68، بس يبي انزله لكم انا. هو هذا الكتاب انزله لكم. اوكي. شوف هذا الكتاب، هذا الكتاب كلش مهم. Protection and Switch Gear. Protection and Switch Gear مال بكاشي. هسه نروح للصفحة، قلنا صور 86 اللي هي هذه. شوف هنا، هنا بس مجرد هذن المثالين، يعني لا تقرا لي اي شيء بالكتاب، اي شيء بي لا تقرا، اوكي؟ لان هو نفس المحاضرات مالتنا، بس مجرد هذه المثالين. شوف هنا هذا مثال اللي هو تقريبا نفس المثال هسه اللي اخذناه، يعني بس مجرد الكرنت سيتنج مطيها 150، الفولت مطيه 5000، وياي طلاب مو؟ زين؟ الملتبلاير سيتنج 0.6 هنا، ومستخدم هذا الكير قايل هو استخدم هذا الكير، فهنا نفس الشيء هم مطلع الفولت كرنت الريلي كويل، مطلع الكرنت سيتنج، بعدين حاسبها بهالطريقه هذه. شوفها بي اس ام اللي هي مطلع الفولت كرنت الريلي كويل 62.5 على 5 طالع 8.33 جاي مسقط هنا ال 8.33. زين هنا ال 8.33 مسقطها مطلعها 1.8. هاي ال 1.8 ابروكسيميت تايم التقريبي. زين بالضبط. اها اذا اريد الاكتوال يضربها مباشره بالسيتنج التايم ملتبلاير سيتنج، فاللي هي 0.6 فطالعه 1.8. طبعا هنايه باوع ال 8.3 على هذا الكيرف. شوف على هذا الكيرف، شوف انت بالعشره، بالعشره ايش قد؟ 2. بال 8.3 المفروض تطلع اكثر من 2، فهو هنا اكو غلط، يعني تفهمني؟ اي فهو مطلع ايش قد؟ طلع 1.8. اه بالضبط 1.8. المهم اي 2.1 او 2.2. المهم الفكره من السؤال، يعني المهم انه الفكره مفهومه من السؤال. اوكي بالضبط نفس البروسيجر. بس ايش اكو هنا موجود؟ هنا موجود سؤال حلو. هنا هذا سؤال اللي هو هذا. هسه خل نقرا السؤال. منطيك رسم، منطيك رسم. طبعا هذا السؤال انا دائما اجيبه، طبعا المؤجلين يختلفون تختلف اسئلتهم. زين هذا السؤال دائما اجيبه بالامتحانات، اغير به بعض الاشياء. هو سؤال مو صعب، بس سؤال بفكره حلوه، انه اني شلون احسب التايم سيتنج ملتبلاير بالنسبه للريلي الاول او الريلي الثاني، شلون احسب الـ يعني اخليها بالعكس، تصير العمليه انه انا بمكان ما التايم اروح اسقطه، اروح بالعكس يعني اسحب البي اس ام، اطلع البي اس ام وبعدين اسحب التايم اللي انا اريده. فهنا شوف هنا يقول مطيك رسم
2 اللي هو هذا 2.18. شوف هنا اكو ريلي 500 الى 5 سيركت بريكر، ريلي 500 الى 5 سيركت بريكر، الفولت 4000 امبير. زين الريلي الاول الكرنت سيتنج، شوف الريلي الاول ايش قد الكرنت سيتنج 125%. الكرنت سيتنج للريلي الثاني ايش قد؟ 150% للثاني. اوكي فمطي الكرنت سيتنج للريلي الاول، لا 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 كل واحد بوحده، نمطي الريلي الاول الكرنت سيتنج مالته 1.25% اللي هي 125%، والثاني 150% 1.5 يصير، وهذا 1.25. زين كرنت الفولت كرنت 4000. بعد ايش منطي؟ شوف هنا the time grading margin between the relays is 0.6. هذا شنو؟ هذا مصطلح جديد عليكم اللي هو time grading margin. margin اللي هو 0.6. بين الاول والثاني، بين الاول والثاني ايش قد؟ 0.6. يعني الاول اذا اشتغل بتايم خلينا نقول واحد، الثاني يشتغل ورا 1.6 يعني تجمعه. زين فهنا يقول calculate، شوف هنا ايش قايل لك، calculate the time of operating of relay 1. يريد رقم واحد ال time operating of relay 1. رقم اثنين time setting multiplier، يريد ال time setting multiplier مال من؟ مال الريلي الثاني. time setting multiplier مال الريلي الثاني. وش مطيك؟ مطيك التايم سيتنج مالتبلاير مال الريلي الاول 0.3. اوكي هذه هنا اخذناها هناي، هذه حتى نشوف شنو اللي عندنا موجود وشنو اللي ما عندنا موجود. فعدي الفرق بين الريلي الاول والريلي الثاني 0.6 اللي هو سميناه تايم مارجن. اوكي بين الريلي الاول والريلي الثاني اللي هنا. اوكي السي تي، بعشوف السي تي ريشيو لاثنيناتهم مشابهه 500 الى 5 500 الى 5. الكرنت سيتنج مال الريلي الاول 125%، الكرنت سيتنج مال الريلي الثاني 150%. اوكي التي ام اس مال الريلي الاول 0.3، التي ام اس مال الريلي الثاني هو يريده. اوكي وش يريد بعد هنا؟ يريد بعد هنا التايم اوبريتنج مال من؟ مال الريلي، الريلي الاول هم موجود عندنا. اوكي زين هسه شنو هي الفكره من السؤال؟ باو علي، انا اذا طلعت التايم اوبريتنج مال الريلي الاول، التايم اوبريتنج مال الريلي الاول اذا طلعته اقدر اجمعه مع البوينت 6، ايش يطلع لي؟ يطلع لي التايم اوبريتنج مال من؟ مال الريلي الثاني. زين عند التايم اوبريتنج مال الريلي الثاني وعندي البي اس ام اللي انا راح اسقط عليه، ايش يطلع لي؟ التايم مالتبلاير سيتنج. فاني ايش اقول؟ باوع اقول انه الريلي الاول، هذا الريلي الاول، هذا الريلي الاول راح اشتغله مثل ما موجود او احنا اشتغلنا الاكزامبلات اللي قبلها. يعني هذا الريلي الاول اكو بي، يعني نفرض انه اني الريلي الاول
السؤال مالتي هو فقط الريلي الأول. هسه هذه خلنا أشيلها. شلتها. لو نفرض السؤال مالتي هو فقط هذا، أقدر أحل السؤال لو ما أقدر أحل السؤال؟ نقدر نحل السؤال. ليش؟ لأن هو شريط يريد التايم اوبريتنج ريلي، الفولت كرنت عندي، السي تي عندي موجوده، والكرنت سيتنج عندي، التايم سيتنج موجود عندي. يطلع يعني اجي هنا للسؤال، راح اشوف السؤال، اجي هنا هسه راح اجيب هذا الحل، هذا الحل اجيبه كوبي هنا، لحظة باوع هنا وياي طلاب، اي باوع. فولت كرنت الريلي كويل، الفولت كرنت الريلي كويل هو 4000، اضربه في 5 على 500 طلع عندي ايش قد؟ 40. هذا الفولت كرنت بالريلي كويل. اوكي، ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي الباك اب، الباك اب كرنت حتى اطلع البي اس ام. الباك اب كرنت الريلي السكندري ايش قد مالته؟ 5. زين، اضربها في 125 اضربها في 125 بالضبط، فايش راح يطلع عندي البي اس ام؟ بالضبط البي اس ام ايش راح يطلع عندي؟ 40 على 5 في 1.52 25 ايش قد يطلع عندي؟ 6.4. ال 6.4 اروح اسقطها على الكيرف، قايل لي استخدم لي نفس الكيرف اللي هو 2.17. زين هو طلع عندي ايش قد؟ 6.4. زين اروح على ال 6.4 بالضبط. شوف هنا هي، شوف هاي هي الخمسه، ال 6.4 تقريبا هنا اسقطها تقريبا المنتصف، هو ماخذها 3. زين اي هو ماخذها 3، يعني هنا أنا إذا أسقطها، شوف هذه باوع، هي هذه 6.4 هنا، إذا أسقطها صايرة بالمنتصف تقريبا، فبين الأربعة والاثنين، فتقريبا 3. أوكي؟ زين، 3. الثلاثة بمن أضربها؟ الثلاثة؟ اضربها بال 0.3، شو الثاني؟ الثاني الاكتوال تايم اوبريتنج، فهنا هنا شوف ضربها في البوينت 3، ضربها في البوينت 3، ايش قد طلع عنده هنا؟ التايم اوبريتنج بالضبط، فراح تقول انت عندك طلعت 3 في بوينت 3 راح تطلع عندك 0.9. زين سكند، هذا منو هذا؟ التايم اوبريتنج ريلي. اوكي زين زين بالضبط. هسه ارجع، هسه اي هسه راح ارجع بالضبط، هسه اني راح ارجع هسه التايم اوبريتنج ريلي الاول ايش قد؟ 0.6، مو صحيح؟ التايم اوبريتنج التايم هسه اوكي جود، فهنا التايم اوبريتنج ريلي 2 ايش قد راح يساوي لي؟ بالضبط 0.6
زائدين البوينت 6 ايش قد يطرح ينطيني 1.5 سكند. زين لحظة هو ايش يريد؟ يريد التي ام اس. زين التي ام اس شوف التي ام اس شو يساوي لي هسه خلينا نكتب قانون التي ام اس. زين اني قبل كنت اسوي مو كنت اقول التايم اوبريتنج ريلي شو يساوي لي؟ مو يساوي لي التي ام اس في التايم فروم كير صح لو لا؟ يعني هذا هنا هذا هنا انا سويت هنا وطلع لي هذا هذا التايم اوبريتنج هذا هنا طلاب وياي التايم اوبريتنج التايم اوبريتنج ريلي التايم اوبريتنج ريلي مو قلنا الثلاثه اللي هي طلعت لي من الكيرف زين في التي ام اس زين اها هسه التايم اوبريتنج ريلي التايم اوبريتنج ريلي موجوده لو ما عندي موجوده مالت الثاني موجود 1.5 ايش احتاج بعد احتاج تايم فروم شنو كيرف حتى ايش يطلع لي حتى ايش يطلع حتى يطلع التي ام اس فاجي انا عندي كل المعطيات مثلا عندي تيار الفولت عندي ال 500 على 5 سي تي ريشيو عندي ال 150 اقدر احسب البي اس ام لو ما اقدر احسب البي اس ام حسبنا البي اس ام راح تطلع لي بي اس ام جديده طبعا البي اس ام الجديده الفرق مالتها بس عن القديمه عن الاولى هو فقط الفرق مالتها شنو الكرنت سيتنج هنا 125 هنا ايش قد 150 اروح اسقطها راح ايش يطلع لي يطلع لي تايم هنا التايم فروم كيرف عندي التايم فروم كيرف وعندي التايم اوبريتنج ريلي اوكي فاقسم التايم اوبريتنج ريلي على التايم فروم كيرف ايش ينطيني التي ام اس مال الريلي الثاني هسه نجي على حل المثال مالتنا فشوف هنا نطلع البي اس ام شوف البي اس ام مال الريلي الثاني اذا تشوفه 40 على 5 في 1.5 الفرق عن الاول شوف هذا البي اس ام مالت الاول 40 على 5 في 1.25 الفرق بس الكرنت سيتنج فتيجي هنا اللي هو نفس المعطيات طلع عندك 5.33 زين البي اس ام 5.33 تروح السقط على الكيرف ال 5.33 تروح السقط على هذا شوف هاي هي الخمسة باوع هاي هي الخمسة زين بوينت 3.3 كلش قريبة فالمفروض تطلع 3.8 زين هو هنا شوف خلينا نشوف ايش قد كاتبها بالضبط اهم 3.8 زين 3.8 فسوى ايش كتب؟ قال التايم سيتنج مالتبلاير هو الاكتوال تايم اوبريتنج على التايم اوف بي اس ام اللي احنا طلعناه من الكيرف فقسم هذا على هذا اوكي 1.5 على 3.8 ايش قد طلعت عنده؟ 3 بالضبط ليش قربها للبوينت 4؟ لان احنا ما عندنا تايم سيتنج مالتي بلاير 3.95 احنا عندنا بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 بوينت 5 اوكي فهو قربها الاقرب وحده اللي هي ايش قد البوينت 4
اوكي هذا السؤال يعني هسه اوكي المثال هذا اوكي واضح اوكي.